نحن ما زلنا نعتقد بأن اليهودية لعنة. نعم. وأعتقد أن الجزائري حتى الآن لا يزال يقول لما نذكر اليهودي يقول لعنة الله عليها أو الحشك اليهودي. نعم. حشك. وأعتقد أن هذه ثقافة خطيرة جدا. نعم. وهذه الثقافة تؤكد لا تسامح الموجود في اللاوعي. علينا نحن كمثقفين وككتاب ومفكرين علينا أن نحارب هذه العادة، عادة لا تسامح وعادة الأمراض العنصرية والإثنية. العالم الآن يدخل منطقة أخرى، منطقة من التعايش ومن البحث عن الخيرات المشتركة إلى غير ذلك. فأعتقد أننا علي المثقف أو الكاتب، وهذا مهمتي أيضا، هو محاربة هذا اللا تسامح الموجود. يعني أنا لما نشوف مثلا شاب الآن يتعامل مع آخر تكنولوجيا ولا يستطيع أن يتعامل مع يهودي أو مسيحي، فهذه كارثة كبيرة. يتعامل مع آخر صرعات التكنولوجيا ولا يعرف كيف يتعامل مع المرأة، احترام المرأة، تقدير المرأة، يعني صديقة، عشيقة، أم، زوجة، أخت، بنت، إلى غير ذلك. فأعتقد أن هذه الأشياء التي تجعلني أو تستفزني دائما للكتابة عن هذه المناطق المحرمة في المجتمع الجزائري. الجزائر العميقة في التاريخ هي جزائر الاختلاف، جزائر التعدد، جزائر التسامح، ونحن نذهب شيئا فشيئا إلى التطرف نتيجة لغياب الثقافة، نتيجة لغياب علاقتنا مع الآخر. نحن لا نعرف قراءة الآخر. وخلال فترة بومدين يعني تقريبا 25 سنة منذ الاستقلال إلى 80 تقريبا تم الغلق على الجزائريين في هذا البلد، وكنا نعتقد دائما بأننا نحن أفضل أمة ونحن أكبر شعب ونحن أكبر ثقافة ونحن أكبر اصطادع منه وأكبر مطبعة وأكبر وكذا وأكبر. فأعتقد أن عقدة أكبر جعلت من الجزائري إلى حد كبير منتفخ بدون أن يعرف الآخر.